السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع، مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية فرع التاريخ. عنوان الدرس: حضارات بلاد الرافدين وعوامل قيامها. الجزء الأول. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يعطي تعريفا صحيحا لمصطلح بلاد الرافدين، يعدد عوامل قيام الحضارات في بلاد الرافدين، يرتب على خط زمني من الأقدم إلى الأحدث الحضارات التي قامت في بلاد الرافدين، يذكر دور الملك أورنمو في الحضارة السومرية. هيا بنا أعزائي الطلاب نبدأ درس اليوم. أولا، التهيئة والتمهيد. تعد الحضارات التي قامت في المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات واحدة من أقدم الحضارات البشرية، وقد تأثرت وأثرت بما يجاورها من حضارات. هيا بنا نجيب على السؤال التالي: ما المقصود بكلمة الحضارة؟ نعم، أحسنتم، رائعون أعزائي الطلاب، المقصود بكلمة الحضارة كل ما أنتجه العقل الإنساني من مظاهر مادية أو مظاهر معنوية. مرة أخرى، المقصود بكلمة الحضارة كل ما أنتجه العقل الإنساني من مظاهر مادية أو مظاهر معنوية. الهدف الأول: يعطي تعريفاً صحيحاً لمصطلح بلاد الرافدين. مفاهيم أتعلمها: بلاد الرافدين مصطلح يطلق على الأرض التي تقع بين أكثر من نهر، وتحديدا المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات بجمهورية العراق حاليا. إذن مصطلح بلاد الرافدين هو مصطلح يطلق على الأرض التي تقع بين أكثر من نهر، وتحديدا المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات بجمهورية العراق حاليا. الغلق البنائي: اكتب ما تشير إليه العبارة التالية: مصطلح يطلق على الأرض التي تقع بين أكثر من نهر، وتحديدا المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات بجمهورية العراق حاليا. من توصل إلى الإجابة؟ أحسنتم، تشير الجملة السابقة إلى بلاد الرافدين. بارك الله فيكم. قم عزيزي الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 44. أمامك شكل واحد، خريطة طبيعية لبلاد الرافدين، اقرأها ثم أجب. ها هي خريطة بلاد الرافدين. ألف: بما تفسر تسمية حضارة بلاد الرافدين بهذا الاسم؟ أحسنتم، إجابة صحيحة، نسبة إلى نهري دجلة والفرات. ب: استنتج العوامل التي ساعدت على نشأة الحضارة في بلاد الرافدين. من خلال الخريطة نستنتج التالي: الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية من ضمن العوامل التي ساعدت على نشأة الحضارة في بلاد الرافدين. جيم: انظر إلى موقع بلاد الرافدين وتوقع الأنشطة التي مارسها السكان. رائعون، إجابة صحيحة، الزراعة، الصيد، التجارة، الصناعة. الهدف الثاني:
يعدد عوامل قيام الحضارات في بلاد الرافدين. العوامل التي ساعدت على قيام حضارات بلاد الرافدين، هناك ثلاث عوامل، هيا بنا نتعرف عليها. الموقع الجغرافي: نهر دجلة والفرات، الهجرات البشرية. كان لموقع بلاد الرافدين في القسم الغربي لقارة آسيا حول الأنهار الخصبة ووسط الصحاري المقفرة الدافع القوي للاستقرار في بلاد الرافدين. نهر دجلة والفرات: ساهم نهر دجلة والفرات في ازدهار الزراعة لوفرة التربة الخصبة والمياه العذبة طوال العام، إضافة إلى استخدام بلاد الرافدين لها في نقل المنتجات. الهجرة البشرية: جذبت بلاد الرافدين الهجرات البشرية من المناطق المجاورة فسكنوا واستقروا بها، فاستغلوا مواردها وأقاموا إحدى أقدم الحضارات البشرية على أرضها. عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 45. ما العوامل المساعدة على هجرة القبائل من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين قديمة؟ بمعنى، لماذا هاجرت القبائل من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين؟ أحسنتم، رائعون، إجابة صحيحة: توفر المياه العذبة، وجود تربة خصبة صالحة للزراعة، توفر الموارد. الغلق البنائي. قم عزيزي الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 53. السؤال الثاني: جيم، أذكر عوامل قيام حضارة بلاد الرافدين. هناك من توصل إلى الإجابة سريعة، هم ثلاث عوامل، أحسنتم، اذكروها سريعا. الموقع الجغرافي، أحسنتم. نهر دجلة والفرات، الهجرات البشرية. الهدف الثالث: يرتب على الخط الزمني من الأقدم إلى الأحدث الحضارات التي قامت في بلاد الرافدين. والآن تعالوا نتعرف على حضارات بلاد الرافدين من خلال الخط الزمني التالي. أمامنا الآن الخط الزمني، يبدأ في عام 4000 قاف ميم قبل الميلاد، ثم 2350 قبل الميلاد، ثم 1880 قبل الميلاد، 1100 قبل الميلاد، 627 قبل الميلاد. أهم الحضارات مرتبة من الأقدم إلى الأحدث هي كالتالي: السومريون، الأكاديون، البابليون، الأشوريون، الكلدانيون. إذن الحضارات مرتبة من الأقدم إلى الأحدث كانت السومريون، الأكاديون، البابليون، الأشوريون، الكلدانيون. الغلق البنائي. قم عزيزي الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 46. ما أطول حضارات بلاد الرافدين عمراً؟ أحسنتم، رائعون. الحضارة السومارية استمرت حوالي 1650 عاماً. كم عاماً مضى على بدء حضارات بلاد الرافدين حتى الآن؟ بدأت الحضارة الأولى السومرية 4000 قبل الميلاد، وها نحن الآن في عام 2020 نجمع
الأعوام، وسنصل إلى عمر بدء الحضارات بلاد الرافدين حتى الآن، 6020 عاما على بدء حضارات بلاد الرافدين. الهدف الرابع يذكر دور الملك أورنمو في الحضارة السومرية. السومريون عام 4000 قبل الميلاد أول الشعوب التي سكنت منطقة جنوب بلاد الرافدين والتي عرفت بلاد سومر. عاصمتها مدينة أور. يعد الملك أورنمو أشهر ملوك الدولة السومرية، حيث اشتهر بسن القوانين والأنظمة. سقطت الدولة السومرية في أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد على يد الأكاديين. الغلق البنائي. أجب عن السؤال التالي، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. يعتبر الملك أورنمو من أشهر ملوك البابليون، الأكاديون، الأشوريون، السومريون. أحسنتم، رائعون، إجابة صحيحة، السومريون. والآن أعزائي الطلاب مع ملخص الدرس. درسنا في هذا الدرس ما يلي: المقصود بالحضارة كل ما أنتجه العقل الإنساني من مظاهر مادية أو مظاهر معنوية. ثم عرفنا المقصود ببلاد الرافدين، مصطلح يطلق على الأرض التي تقع بين أكثر من نهر، وتحديدا المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات بجمهورية العراق حاليا. وعرفنا عوامل قيام الحضارة في بلاد الرافدين: الموقع الجغرافي، نهر دجلة والفرات، الهجرات البشرية. الحضارة السومرية أولى الحضارات التي قامت في جنوب بلاد الرافدين في منطقة سومر، وأشهر ملوكها أورنمو. الغلق الختامي. الكتاب المدرسي، صفحة 53، السؤال الأول واحد والسؤال الثاني ألف. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: أول الشعوب التي سكنت بلاد الرافدين البابليون، الأكاديون، الأشوريون، السومريون. رائعون، أحسنتم، السومريون. ما المقصود ببلاد الرافدين؟ إني أنصت إليكم، رائعون أعزائي الطلاب. مصطلح يطلق على الأرض التي تقع بين أكثر من نهر، وتحديدا المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات بجمهورية العراق حاليا. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.